مصر تستحق مستقبل أفضل وهيتبني على بناء على التعليم والبحث العلمي. جادين في متابعتنا لهذه المدينة، جادين في رغبتنا أنها تحقق أهدافها. زي ما نشأت واستمرت بدعم الدولة هتستمر بدعم أكبر من الدولة، وإن كان بيطلق عليها اسمه لكن هي مؤسسة تابعة لهذا الوطن يملكها هذا الوطن، وبالتالي هتحظى بكل الاهتمام والرعاية والتطوير في الفترة القادمة علشان تحقق الأهداف اللي هي أنشئت من أجلها. الوزارة ما بتطلعش شهادات تكريم لكن بتطلعها المؤسسات الجامعات، يعني هذه المبادرة متروكة للجامعات المصرية، إنها إذا أرادت بعض الجامعات إنها تأخذ هذه المبادرة فليكن. التكريم الحقيقي مش في الورق، مش في الشهادة، مش في إطلاق الاسم. التكريم الحقيقي في استمرار العمل الجاد، في استمرار البناء الحقيقي لإنشاء مجتمع علمي تعليمي بحثي محترم في تواجد عالمي، وإحنا شغالين على ده. وكل الدعم لمدينة الأبحاث في 6 أكتوبر مدينة الأحمر.